وافق مجلس الوزراء على صيغة نهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، ذلك بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. وسيتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة وحده الأقصى 50 مليار جنيه إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والأثار، ذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا. أعلن البنك المركزي الصيني عن عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة تقدر ب 66.1 مليار يوان، ما يعادل 9.26 مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة يصل إلى 1.7%. وذكر المركزي الصيني في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية، ذلك من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.